تتوالي الأحداث على مدار الساعة. وينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي. أهلا بكم إلى هذه الساعة. هذه النشرة بأبرز العناوين. ننقلها لكم وقت حدوثها. مشاهدينا وردنا الآن خبر عاجل. قامت الروحيات الإسرائيلية بقصف مناطق سكنية. إن كان الخبر سياسيا. المعركة المقبلة للمرشح. اقتصاديا. حول مستقبل العملة الموحدة. أو رياضيا. تحية رياضية أهلا بكم. عربيا. أو عالميا. تضامن مشاهير هوليوود من العربية تواكب الحدث لحظة بلحظة لتبقوا على اطلاع بكافة المستجدات. لقاءنا يتجدد بكم على رأس الساعة القادمة. العربية أن تعرف أكثر. سقطت قطرة لون على عذرية البياض فأنجبت حلما يعزف على سطر شعاع ترقص فيه الألوان وترسم الأفكار ليصبح الإبداع جذع شجرة سماوية تثمر فكرا ومشاعر. We understand now there has been a secondary explosion on Tower 2. علشان تفهم حياة الناس لازم تشاركهم طريقة حياتهم، تعرف ماضيهم حاضرهم ومستقبلهم، حتى تقدر تناقش معهم أمور تهمهم لازم تتكلم لغتهم، وعلشان تنقل صورة صحيحة عنهم لازم تفهم عاداتهم وتقاليدهم، عشان تخليهم يتكلموا معاك بصراحة لازم تكسب ثقتهم واحترامهم وتعيش همومهم. الأفضل إنك تكون واحد منهم. إضاءات مع ترك الدخيل كل جمعة الثانية على شاشة العربية. للوصول إلى الهدف لكل خطوة أهميتها حساباتها وعواقبها. استراتيجية هدفها الحقيقة. نقطة نظام مع حسن معوض الأربعاء على شاشة العربية. ينطقونها بطرق مختلفة، هل يتغير مفهومها لديهم؟ الديمقراطية لماذا؟ قريبا على شاشة العربية. إذا كان الموت صناعة، من يمول؟ من يسوق؟ من يقتل؟ الجمعة العاشرة على شاشة العربية. الحرية، العدل، حقوق الإنسان، كلمات فقدت معانيها في بقعة ليس فيها قانون يحكمها. وثائقي يكشف الستار عما يحدث هناك. دليل غوانتانامو غدا 11 على شاشة العربية. مهما كانت المعلومة الاقتصادية التي تبحث عنها وفي أي وقت تحتاج إليها وأينما كنت، الأسواق .net. I appreciate the chance.
come and talk to you directly. And to talk to your viewers directly. Fighting and war has become, I think, very, very dangerous. قبل أن أعطي الجواب بصراحة واقعي أعطيك جواب قانوني. ما هدف هذه القنبلة؟ تدمير إسرائيل أم لسيطرة شيعية على العالم الإسلامي؟ Freedom of speech. You got a good point. قادة العالم، أفكارهم، آراؤهم ببساطة وبصراحة فقط على شاشة العربية. أن تعرف أكثر. أن تبقى مطلعا على كل ما يجري في العالم مهمة مستحيلة. لهذا أنت في حاجة إلى جوال العربية. جوال العربية هو اختيارك لتبقى على اطلاع بآخر الأخبار العالمية والعملية والرياضية. اتصل بالرقم المرادف لبلدك لتتمكن من الاشتراك.